وعودة مشاهدينا إلى آخر التطورات في معبر رفح البري، واستمرار تسهيل تقديم الخدمات والاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة. ينضم إلينا موفد إكسترا نيوز الزميل هشام عبد التواب. هشام، برحب بك معنا إلى هذه الجولة الإخبارية. هشام، مزيد من التفاصيل. وكما تعلم كان هناك العديد من التحركات السريعة والقوية من قبل القيادة السياسية في مقدمتها السيد الرئيس، ويمكن من لعل أبرز هذه الجهود التي تكللت بعقد صفقة أو هدنة لوقف إطلاق النار وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر منفذ رفح البري. مزيد من التفاصيل لديك هشام، تفضل. نعم دانا، بالفعل نحن نشهد اليوم الرابع، اليوم هو اليوم الرابع للهدنة الإنسانية التي بدأت بالفعل، ومعها دخل العديد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وبالفعل تابعنا إتمام يعني الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى والمحتجزين بالأمس، يتبقى اليوم الدفعة الرابعة والأخيرة. العدد الإجمالي للمحتجزين الذين من المقرر يعني إطلاق سراحهم خلال هذه الهدنة، خلال أيام هذه الهدنة، هي 50 محتجزا مقابل 150 من الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وبالفعل ثلاث دفعات خرجت من الجانبين، من الأسرى ومن المحتجزين، ونتوقع الدفعة الرابعة اليوم مع اليوم الأخير لهذه الهدنة. طبعا التحركات المصرية والاتصالات المكثفة مستمرة لمحاولة لتمديد هذه الهدنة ليوم إضافي أو ليومين إضافيين، وبالتأكيد سنتابع نتائج هذه الاتصالات مع نهاية هذه الهدنة بشكل رسمي. غير ذلك عن المساعدات الإنسانية، فهي تدخل تباعا منذ اليوم الأول لهذه الهدنة بوتيرة أزيد مما اعتدنا عليه قبل هذه الهدنة، وبالأخص إلى مناطق الشمال. بالأمس دخلت العديد من الشاحنات إلى مناطق شمال قطاع غزة، والتي كانت محرومة بالفعل من هذه المساعدات قبل يعني تنفيذ هذه الهدنة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر. بالفعل بالأمس دخلت أكثر من 100 شاحنة إلى شمال القطاع، ومصر لعبت دورا كبيرا في ذلك، ولأول مرة نشهد سيارات مصرية تدخل إلى شمال القطاع. لا يعني السيارات لم تفرغ هذه الحمولات في الجنوب لتذهب بسيارات أخرى إلى الشمال، ولكن السيارات المصرية دخلت مباشرة إلى شمال القطاع لإفراغ الحمولات هناك في الشمال، وهذا تطور كبير ومهم بالنسبة للهدنة الإنسانية التي تنتهي مع نهاية هذا اليوم. أيضا دخلت بالفعل حوالي 7 شاحنات وقود منذ صباح اليوم. من هذه الشاحنات شاحنتين تحمل السولار وأربع أو 3 شاحنات عفوا تحمل السولار وأربع شاحنات تحمل غاز الطهي. ونحن نعلم أن الوقود يمثل أهمية خاصة، ويعني هو أمر بالغ الحساسية بالنسبة للأوضاع في القطاع، لأن كل شيء يحتاج إلى الوقود، ويعني ندرة الوقود أدت إلى العديد من المشاكل، أدت إلى شل الحركة الكاملة في القطاع خلال الأيام الماضية، وبالتالي دخول الوقود في هذه الوتيرة هو أمر بالغ الأهمية. أيضا المعبر مستمر في استقبال المصابين، استقبل المعبر 16 مصابا منذ صباح اليوم، وتم عمل اللازم لهم من إسعافات أولية وتقييم أولي لتحويلهم بعد ذلك إلى عدد من المستشفيات المصرية لإكمال علاجهم. وتوجهت يعني بعض الحالات بالفعل إلى هذه المستشفيات، منها مستشفى العريش العام، وأيضا بعض الحالات توجه إلى الإسماعيلية، والبعض الآخر حتى يوجه إلى القاهرة للعلاج. الحالات الحرجة في استعدادات كبيرة لاستقبال أصعب الحالات، الحالات التي تحتاج تنفس صناعي، هذا متوفر لدى سيارات الإسعاف الموجودة بالفعل داخل المعبر، والتي تستقبل الحالات من الجانب الفلسطيني من قطاع غزة، ويتم نقلها مع فريق طبي متكامل إلى أن تصل إلى المستشفى. غير ذلك أيضا من التطورات المتعلقة بالمعبر، تابعنا منذ صباح اليوم توافد العديد من الفلسطينيين العالقين منذ بداية الحرب، ويعودون الآن إلى داخل قطاع غزة عبر معبر رفح. ومصر أتاحت لهم هذه الفرصة منذ اليوم الأول للهدنة الإنسانية، ومنذ اليوم الأول ونحن نشهد توافد أعداد كبيرة، العشرات يأتون إلى هنا إلى المعبر في طريق عودتهم إلى قطاع غزة، طبعا بناء على رغبتهم. وتحدثنا مع الكثير منهم، هم كانوا في زيارات عائلية أو في زيارات سريعة للعلاج،
وللدراسة وغيرها من الأسباب التي جعلتهم هنا في مصر قبل الحرب بأيام قليلة وحالة الحرب دون رجوعهم مرة أخرى إلى القطاع. والآن مع هذه الهدنة وجدوا الفرصة للدخول مرة أخرى إلى أرضهم طبعا بناء على رغبتهم. هذه هي أهم التطورات حتى اللحظة دانا المتعلقة بمعبر رفح. بشكرك شكرا جزيلا زميلي هشام عبد التواب على هذا الرصد وهذه التفاصيل والمعلومات. شكرا جزيلا لك هشام.